بريطانيا يا صاح صوت حزين بالصفرة عريا ناس يا متمدين يا هالطارة صوت حنين آمن ولا الغصوص على بعضهم على بعضهم مألومين. كملة. نعم. دبريني اعمل ايه في حكاية سكينة؟ انا خلاص ما بقتش قادرة استحمل. انا كمان بقيت متلخبطة. مرة سكينة ومرة اصيلة. طول ما هي موجودة في البيت انا بتعذب. مش حاضر استريح ابدا. طب والعمل؟ انا بقول خديها واشوف لكم بيت او اي حتة تربيها فيها. تحت امرك. بس نستنى برضو لما يجي مختار، يمكن يكون له رأي تاني او يمكن يكون تفكيري غلط. خلاص نستنى. بس انا زهقت، انا فعلا زهقت زهقت زهقت. أقولك يا باش حكيم، الحالة مش بسيطة، يظهر انه اتعرض لزعل جامد. هموم الدنيا على كتفه. المهم دلوقتي العلاج ياخده بانتظام وان شاء الله هكون عنده الصبح. هو في فترة حرجة وبإذن الله تمر على خير. بس اهم حاجة مفيش زوار. مين مراته؟ آلي. آلي يا اخوي. انت بس اللي هتدخلي عليه تشوفي طلباته وتديه الدواء. وهو كان احسن ننقله المستشفى لكن المسافه بعيده. على كل حال فيكم البركه. سلام عليكم. عليكم السلام. شدي حالك يا مريم. ده انا اشيل الجبل على كتفي، بس ربنا يعدي الازمه دي على خير. قول يا رب. احنا فين يا جماعه؟ انا مش قلت لك هطلعك فوق؟ ايوه، بس احنا فين دلوقتي؟ اكيد في سرايه افندينا. ما كلنا عارفين سرايات الباشا واحده واحده، دي مش فيهم. مش يمكن دي السرايه اللي عاملها للمغنم؟ اسكت انت، ايش فاهمك؟ اسمعينا افندي. هنا ما حدش بيعلي صوته. هو لا مؤاخذه، هنا فين؟ انتوا مش عارفين انتوا فين ولا ايه؟ لا، واحد جه اتفق معانا وجابنا هنا وما قالش حاجه. هنا سرايا سمو الامير اسماعيل باشا. يا نهار ابيض، وما قالوش ليه؟ انت يا عبد الحمولي، انا سمعتك قبل كده. سموك؟ صوتك جميل، الحانك جميله، طريقتك جميله. ده عطف كبير قوي من سموك. انا المعلم محمد شعبان القانوني. انا يا سيد الناس. دخلوهم الصالون. اتفضل من هنا. اتفضل. السيد. نعم. هادي، انت مالكش مكان هنا. ايه اللي تشوفه حضرتك. ايه في ايه يا اسماعيل؟ الدليل الساطع يا افندينا. على ايه؟ على ان مختار الكاشف بيلعب لحساب نفسه. مش فاهم. اقرا انت يا اسماعيل، انت عارف عينيا بتتعب بالليل. دي نسخه طبق الاصل من وثيقه بيع ارض بوابه الحلواني اللي بتمتلكها الكوبانيه لافتخار هانم زوجة مختار. تعرف يا اسماعيل، أنا أنبسط أحب أسمع مغنى، أزعل أحب أسمع مغنى. يلا بينا.
مش عارفين يخف يعني ايه. المأمور وافق تجوا هنا وتشوفوا الدنيا. احمدوا ربنا. ادعي يا ولدي انت وهو. ادعي المأمور. ادعي. اقول لكم ايه. تقفوا هنا مظبوطين ومربوطين. يعني ظبط وربط. فهماني يا رفاعة. العويل مالوش مكان هنا. واللي ما يشوف الشغلة زين هرجعوا الحبس تاني. فهمانين ولا لا؟ ايه ما تنطق غور. الله مر في البكار. صباح الخير يا شلش. يا اخويا رد الصباح. الحكيم قال لازم تتكلم. وبعدين السكات ده ما بيعالجش حاجة. انت بتبص على ايه؟ عالدنيا. طب افطر يا اخويا. ماليش نفس. لا الحكيم قال لازم تاكل. وبتشوف الدنيا من هنا. ده انا متهيألي واحنا قاعدين كده دلوقت او بعدين هنبص نلاقيها داخلة علينا. زمنها كبرت يا شلش. مش غريبة؟ مش غريبة ان ضناك يكبر من غير ما تشوفه؟
مختار مش النهاردة التلاتة؟ اي عندي استقبال النهاردة. استقبال ايه؟ استقبال ستات البلد حيزوروني. تتجننتي يا افتخار؟ اكيد اتجننتي. ستات مين اللي حيزوروك يا افتخار؟ ها؟ مين هنا في مستواك حيزورك؟ مش مهم، من تواضع لله رفعه. لله؟ مش لدول؟ هتقعدي مع الفلاحات يا افتخار؟ مش احسن محبس نفسي؟ انا قلتلك من الاول خليك في مصر المحروسة، ما بتسمعيش الكلام. عايزني اقعد في بلد وانت في بلد تانية؟ خلاص خلاص يا افتخار، الموضوع ده احنا ناقشناه وخلصنا منه. يبقى سلي نفسي هنا بقى مع الفلاحات برضو يا افتخار. امال اعمل ايه بس؟ ولو لسانك فلت بكلمة كده ولا كده. عن ايه؟ عن ايه؟ نسيت يا افتخار؟ عن سكينة؟ عن أصيلة يا افتخار؟ لا ما تخافش، أنا نسيت الموضوع ده خلاص. خير يا ربيع؟ خير إن شاء الله. الواد رفاعة هرب. هرب إزاي ده؟ مين رفاعة ده الأول؟ رفاعة البكار. أكل ألف أنا وشيفة مطرح ما يسري يمري. أنا سبقتك وفطرت من بدري. احكي لي بقى إيه حكاية رفاعة البكار ده؟ واد فحل كده قبضوا عليه بتهمة الاعتداء على الحرس. هو كان شغال عونة في القناة، خرجوه مع بعض المسجونين، قام سهاهم وخدهم على إخوانه وهرب. واللي زي ده يخرجوه ليه؟ أنا برضو سألت السؤال دي، قالوا لي أصل الولا كان حسن السر والسلوك. هيهرب قد ايه يعني؟ لا يا سعادة البيه، الواد البكار ده مش هين، ده واد عافي ومتعلم داهية يعني. جرى يا ربيع، انت معجب بيه ولا ايه؟ اني لا، وهبقى معجب بيه ليه؟ على كل حال يا سعادة البيه، الواد ده معروف في البلد. خلاص مادام كده انا هخليهم يقبضوا عليه النهاردة. ان شاء الله هطوف، ان شاء الله هطوف. السلام عليكم ورحمة الله يا كبير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي صح النهاردة؟ الحمد لله. وإيه أخبار الأستاذ سلام؟ لسه في مصر؟ وحمزة فندي؟ خير يا كبير، قالوا لي إنك عايزني. خير؟ عايز أطلع مريم. أعوذ بالله، ما ده اسمه كلام يا كبير؟ هي أم أصيلة في زيها؟ طب ليه كده؟ لازم أن يكون في سبب، وانا مش شايف اي سبب، وفي الظروف دي ما يصحش ابدا نزود الاحزان. اسمع الكلام وبس. طب اسيبك يومين تفكر. فكرت. طب اجي بكره. والله انا مش عارف اقول ايه يا كبير، الناس هتاكل وشي. انا اللي قلت. طب اجيب الدفتر ولازم اتنين شهود. الانسيسه موجوده؟ ايوه يا شاهين بيه. قول لها انا عايز اقابلها حالا. اتفضل يا شاهين بيه. يا رب أنا عملت إيه؟ ما عملتش إلا كل خير يا أختي. مش كفاية، مش كفاية حرقت قلبي على بنتي؟ أنتوا عايزين مني إيه تاني؟ ليه؟ ليه يا شلش؟ ليه بعد العمر ده كله تطلقني؟ أنا عملت إيه؟ اتكلم اتكلم، ولا هتتكلم تقول إيه؟ دي اخرتها برضو يا شلش. مريم انا انتهيت يا مريم، مت خلاص. صحيح لسه ما اندفنتش، لكن ميت وانت عايشه ومن حقك تعيشي. انا بعزك قوي يا مريم.
وربنا وحده اللي يعلم انت عندي ايه. لكن انا انتهيت، مت وانت لازم تعيشي. يا شلش، اني ماليش غيرك يا اخوي، انت جوزي والبيت ده بيتي واصيله بنتي. كل ده راح خلاص. لا لا ما راحش يا شلش، ما انت اهو. وهو اني برضو شلش الحلواني. ايه انت شلش الحلواني، حتى لو ما فضلش منك غير شعره واحده. حسك للدنيا يا اخوي. يا مريم انا بعمل ده لمصلحتك. مصلحتي ده ايه؟ لا اني قاعده في بيتي ومش منقوله من هنا. اسكت، عايز تطردني بقى اطردني. اخص عليك يا مريم. خلاص خلاص يا شلش، اني هقعد هنا في بيتي. امال لما اصيله تيجي مين اللي هيقابلها؟ ميرسي. احنا مش متآمرين يا شاهين بيه. طبعا لا، علشان كده الاسلوب اللي انتم متابعينه ده خطر جدا. مقابلات سريه ورسائل من الباب العالي. للضروره احكام. شاهين بيه، احنا عارفين عايزين ايه. مصر هي دره التاج العثماني ولازم نحافظ عليها. ولي النعم ماشي ورا الفرنساوية والإيطالية، ما هواش عارف إن أوروبا عايزة تخطف مصر لأنها عايزة تقسم الدولة العثمانية. وعلينا نحافظ على الوحدة دي. ده مش محتاج مقابلات سرية ورسائل سرية. جنابك ناسية نفوذ الفرنساوية والأوروبوية عموما؟ مش ناسية، بس إحنا مع الشرعية. البلاد دي تحت حكم السلطان، محدش يقدر ينكر ده، حتى ولي النعم نفسه. علشان كده لازم نتحرك في الحدود دي. فين رسالة الباب العالي؟ وجودك هنا ممكن تبريره. سرايا كان في محاولة لسرقتها امبارح. مش معقول. انا بلغتك علشان تتصرف، وده هيغطي اللي احنا بنعمله. اديني فرصه اقرا الرساله. معقوله؟ معقوله؟ ده احنا بنشتغل بكل طاقتنا. ما اظنش مختغبي. لا مسيو دي ليسيبس، ما تفهمنيش غلط، انا غاضي عن سير عمل. صحيح كان ممكن تشتغل اكتر من كده، لكن كويس كفايه المشاكل قلت. في سنة أولى حفر كان في مشاكل كتير قوي. لا أنا زعلان قوي مسيو دي ليسيبس، زعلان لأنك ما أنت شايف جهدنا. شايف مختار بيه، شايف، وده اللي بيخليني أفكر في مستقبلك. إزاي؟ بعدين مختار بيه، نتكلم في الموضوع ده بعدين. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا حلنا يا ولاد. لا 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 ما تقولش يا سلامة، والله وتغير. التطور هو سنة الحياة يا كوكب، ومع ذلك أنا شايف إني لا تغيرت ولا حاجة. اها يا راجل ما تقولش كده، لا اتغيرت، بقيت تصحى بدري وتبص في المراية شوية للضرورة أحكام يا كوكب. التجار اللي أنا بشتغل معاهم بيصحوا بدري. قال إيه؟ قالوا بقيت تاجر كمان، وانت كنت خيبة خالص، ما تعرفش تحسب اتنين واتنين كام. بالعكس، ده أنا دارس الحساب في الأزهر الشريف وكنت من المتفوقين فيه. أنت بأمرة إيه؟ يا سلام، ده أنا طاقة كامنة يا كوكب، أنا طاقة كامنة. دليني على الهدف تلاقيني خرجت من الجحر وأسوي الهوايل. يا راجل، طب حسبانك خرجت من جحرك، اكتب جواب للبلد. شلش أخوك زمان وقلقان. هو أنا يعني قاعد هنا بلعب؟ ما أنا بشتغل. خلاص فض نفسك دقيقة واكتب جواب. على قدر حبي للإنشاء
فأنا أكره كتابة الرسائل. رحم الله الجاحظ بقى ويرحمنا جميعا. هجيب لك شربات لوز عشان تصطبح بقى. يا فندم اربع عساكر من احسن العساكر اللي موجودين يا فندم. هاي يعني ما حدش هيحاول بعد كده يسرق السرايا؟ استحاله يا فندم. هما فين؟ بره. هاتهم. مين في ايه يا فخري؟ جنابك عايزه العساكر دول هنا؟ يدخلوا السرايا يا فندم. فخري بلاش لك يا عم. هاتهم. حاضر يا فندم. فتحي يا فندم. تمام يا فندم. عارفين هيعملوا ايه؟ طبعا يا فندم. امال فين السلاح؟ انا مش شايفه معاهم سلاح. هنسلمه لهم حالا يا فندم. انت اسمك ايه؟ عسكري معروف احمد الصاح يا فندم. انا ما سالتكش انت. انت عسكري حمزه سعيد الحلواني يا فندم. انت منين؟ من الفرمه يا فندم. فين الفرمه دي؟ الفرمه دي يا فندم شرق ناحيه السويس كده يا فندم، يعني تعتبر بين الشرقيه وسيناء. طيب يا فخري رتب انت كل حاجه. حاضر يا فندم. بس انا اسمي فتحي يا فندم. فتحي فخري مش هتفرق. والله يا عفرم عليك يا ابو صالح. يعني انفع مزين يا رفاعه. احنا كلنا هنبقى مزينين. احنا مش هنحلق لمختار بيه؟ عالناشف يا رفاعه. ربنا يقدرنا وننتقم منه. عنك انت يا ماري. هو ايه ده اللي عني؟ يا اختي انت اللي فيك مكفيك. ريحيلك شوي. انا مش تعبانه يا حفصه. ولعلمك بقى البيت ده بيتي واني مش منقولة منه. ها؟ يصجر حد يقول غير كده؟ بيتك يا اختي. بس انتي افهمي مقصود ابن عمي. اديني يا اختي عمالة اقلبها شمال ويمين مش راضية تخش مخي. صراحة ربنا ابن عمي عايزك حرة نفسك تختاري كده اللي على هواكي. هو اني كنت اشتكيت له؟ شربات اللوز. انا جبت لك شربات اللوز. شربات اللوز انا جبته. استاهلوا فعلا يا كوكا. تستاهلوا. ما انا شايفه وحاسه. هو انت دارياني حبه عيني باللي حواليك؟ درر يا كوكا والله درر. انا مدبك كام رساله لاولي الامر اي واحده فيهم تحل اعوص مشكله. ايوه كده يا سي سلامه. يسلم لي حنكك. اهل العالم دي ما تجيش بالذوق ابدا. لا بالذوق برضو يا كوكب. أنا أعطي لكل ذي قدر قدرة أعظمه كي يسمعني. أمال ما هو البني آدم كده يا كوكب. تقولي له أنت ما يسمعكيش، تقولي له حضرتك يسمعك. ما هي دي براعة الاستهلال.
يا سلام، طب ما انا مستهلكه نفسي في الكلام معاه، واقول لك يا سي سلامه وحضرتك يا سي سلامه، وعمال انفخ فيك يا سي سلامه وانت ولا انت هنا. هو احنا بنعمل ده علشان حد يتفرج علينا ولا يسقف لنا؟ حاشا لله، لا، انا كل قصدي اعاده الحق لاصحابه. تمام كده، فاهم اللي انت بتقوله. طب ده انا قلبي حاسس ان كل المكاتب دي هي اللي هتحل العقد. انا طبعا طبعا يا كوكب. اسمعي دي دي لجلاب ولي النعم. شوفي بقول له ايه بعد الدباجة والذي منه. ارفع الى مقامكم السامي واعتابكم السنية وتحت رعايتكم الكريمة وعنايتكم المشكورة. ان شاء الله تسلم لي. وده وقته دلوقتي. ابدا ده انت كنت حدلهم من الحكايه دلوقتي. ده لهم ده تقنصيب غدا خابط حوام. استني لا استني يا كوكا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خش يا ابراهيم. اهلا اهلا. تعال ابراهيم. اهلا يا ابراهيم. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك. اهلا اهلا. اهلا بيك. امتى الوصول؟ الوصول يا سلام يا فندي حالا. اهلا. جاني عشان ادله عليك. قلت له سي سلام يا فندي جنبنا. تشكر يا سيد. خلاص يا ابراهيم وصلتك بقى يا سي سلام يا فندي. استاذن انا بقى. ايه ايه يا ساده فندي؟ ايه استنى عشان تدلني. هرجع لك تاني. لا ما انا ماشي حالا. ايه ماشي حالا دي؟ ايه اللي تمشي يا سي ابراهيم؟ ده انت لازم تقعد عندنا يومين ثلاثه. يا دي النور يا دي النور. ازيك يا سيد؟ ان شاء الله تسلم. لا مؤاخذه اصل البلد دي اتلخبط البني ادم. اهدي ده انا نزلت المحطه لقيت قدامي هجمت واحد. اهدي. ومستعجل ليه يا ابراهيم؟ يمكن خايف من الزحمه. اصل انا جايب لسيادتك رساله من الكبير شلش. رساله هي فين؟ هنا اهو. تبقى ساحت يا فالح. هي فين؟ الكبير شلش بيقول لك ترجع حالا. ارجع؟ ايوه. يرجع فين؟ هو قاعد هناك بيدي اوامر وبس. ده يسافر وده يرجع. الله، هو هنا سي سلامه بيلعب ولا ايه؟ وحد بيعمل اللي بيعمله سي سلامه؟ طب ده سي سلامه كلم سي الامير سي اسماعيل باشا فندي ذات نفسه، وانا بقى كلمت ست افتخار هانم باشا ذات نفسها. يا ابراهيم انا هنا اؤدي رساله. يا ابراهيم انا بوصل صوت اهل البوابه الى اولي الامر، وهذا ليس شيئا سهلا وليس بتوافه الامور. احنا اللي حصل لنا ده حصل ليه يا ابراهيم؟ حصل لنا لان صوتنا خفيض ولا يصل الى مصر المحروسه. يا سلام افندي، انت عارف انني عبد المامور والكبير امرنا نفس. انت مش غلطان يا ابو خليل، بس سلام افندي مش غلطان برضو. انا شفته بنفسي وهو بيفتش بابر عن سكه، والحمد لله ربنا وفقنا ووصلنا لسي اسماعيل باشا نفسه. كل الكلام دي على عيني وعلى راسي، انما اقول للكبير ايه؟ تقول له اذا كان هو كبير هناك سي سلامه كبير هنا وبيعمل الواجب. لا 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 يا ابراهيم، لا ده شلش برضه. قول له سلامه شايف ان هناك ضروره لبقائه في مصر المحروسه هذه الايام. معقول؟ وقول له كمان ان سي سلامه فندي اول ما يخلص شغله في مصر المحروسه هينزل على الفرع حالا. هيستنى هنا ليه؟ اشرب. شكرا معروف. مش عارف اعزيك ولا اقولك مبروك يا حلواني. ليه؟ مش الهاني سألتك عن اسمك؟ طب وايه يعني؟ الله، مش معنى ما سألتش حد فينا. مش فاهم. مصدقك يا حلواني، ما انت لسه صغير يا ابني وما تعرفش الدنيا. مش جايز يكون اعجاب؟ انت مجنون صح؟ طب تسمي اللي حصل ايه؟ يا معروف في حد بينط من القمر للأرض؟ شرف. شفت
اهو ده بيأكد انك مش بس مجنون، لا ومخبول كمان. اهلا يا باشا، شرفتنا، اتفضلوا. ايه الحكاية؟ سمعت ان في اعتداء على سرايتك، ايه اللي حصل؟ لا ما تشغلش بالك. ازاي؟ هي البلد فيها كام واحدة حلوة زيك؟ لازم نحافظ على الجمال في البلد، مش كده ولا ايه؟ متأسف، انا ما عرفتكيش بصاحبي، حضرته يبقى اخويا. نعم يا باشا. في الرضاعة، اخويا في الرضاعة، اسماعيل افندي صديق، وطبعا عارف اشرقة هانم. طبعا طبعا يا فندم، حد ما يعرفش اشرقة هانم؟ ولما نقول اشرقة يبقى نعرف مين؟ اشرقة الشمس على الدنيا كلها. وبكاش كمان. واضح يا باشا. لا لا انا مظلوم. اوه بكاش ومظلوم، تبقى مصيبة. اقسم بقى. اسماعيل افندي بلاش حلفان. معلش الزمن هيتكلم بالنيابة عني. سيبك منه اشرقت، سيبك منه، هو كده بيتكلم كلام كبير. ها وعرفتوا مين؟ لا هربوا، يظهر انهم كانوا حرامية. انتي لازم لك حراسة قوية. انا كلمت شاهين بي وبعت لي 4 غير الحرس الموجود. سواء كانوا حرامية او مش حرامية، الضلمة هي المسؤولة. تفتكر؟ طبعا. عمرك سمعتي ان سرايا فيها بلو اتسرقت؟ او يا باشا انت عارف السرايا دي كانت مليانة بالافراح والاغاني لغاية ما حصل اللي حصل. الله يرحمها، اتخطفت. هي كان عندها 104 سنة. صحيح كلنا زعلنا عليها وكلنا لبسنا اسود، حتى انا كمان لبست اسود، بس اشرقت، الحياة لازم تستمر، كل ده هيتغير. تؤمر يا باشا. اسماعيل افندي صديق ده كنز، مش كنز اموال، لا كنز فن. مفيش حد بيغني حتى في الحمام هو ما يعرفوش. ايه رأيك نجرب؟ مغسوله كويس؟ انا حريص اكتر منك. اذا على مسؤوليتك. تفضل. كنا بنتكلم عن مستقبلي. اتشغلت بالولد اللي هيغيب ده؟ موضوعنا احنا، ما تشغلش انت نفسك بيه. ألا إيه؟ على شغله في كانال. أنا المسؤول مسيو دي لسيبس، أنا المسؤول. دلوقتي بقى الموضوع بدون الدخول في تفاصيل مختبري، أنا شايفك في منصب كبير كبير قوي. اللي هو إيه؟ واحدة واحدة مختبري، بتي تبتي. ما انا مستني. ما هي ساكنه بيه، ما تجيش كده زي اي حد، دي بيه واحسن كمان. فيه في زماننا حد بيغني زي ساكنه بيه؟ صحيح. سمعت عن حد زي ساكنه بيه؟ في واحد اسمه عبد الحمولي. ده كده، ده لولا ساكنه بيه اداته الفرصه بس. اكيد. يا صباح الخير. صباح شريف يا فندم. اتفضلي يا عايزه البيع. اتفضل. يا اهلا يا اهلا و300 مرحبا. انت اسماعيل؟ طبعا. متاكد؟ متاكد يا هانم. هانم ده ايه؟ انا بيه، بيه رسمي. يا راضيه خليهم يعملوا لنا جنزبيل علشان اسلك حنجرتي على الصبحيه،
تشرب معايا يا أستاذنت جنزبيل ولا حنجرتك سلكة؟ تأموري يا جناب البيه. بسرعة يا راضية يلا. أنا يعجبني قوي الناس المصحصحة. قولي يا أستاذنت، وحضرتك بقى عاوزنا في إيه؟ فرح ولا كتب كتاب ولا خطوبة ولا 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 يعني ليلة حظ. يبقى ولا، وما دام بقى ليلة حظ يبقى لازم اعرف فين وعند مين. حاكم الحظ ده مزاج في سرايا اشرقت هانم. اشرقت حبيبتي صاحبتي وعارفاها. معنى كده ان كان في ليالي حظ كتير قوي هناك قبل كده. قوي 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 قوي. انت قلت لي اسمك ايه؟ اسماعيل. يوجدك ايه؟ قوي 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 يا سي سمعة. غيرتيش هدومك ليه يا ماري؟ مش هغير. هتروحي استقبالي لهانم كده؟ مش هروح. ياه؟ هو مش الكبير وافق؟ مش هروح يا مريم. لازم نعيش. ماني عايشه. اقول لهانم ايه بس لما تلاقيني كده لوحدي؟ يعني كانت فاكراني قوي ولا عارفاني بالاسم؟ نفرض يعني، نفرض انها فاكراكي وعارفاكي بالاسم، يبقى اقولها ايه؟ قولي لها قاعده مستنيه لما بنتها ترجع. هنبتدي منين يا رجاله؟ من مختار بيه. لا، عشان هيجيبوا لنا مختار بيه تاني. انا شايف اننا نبتدي من ديليسبس الخواجه. لازم نهز الدنيا كلها.